أكبر مجزرة في العالم ارتكبتها الدواعش اللعناء في جريمة سبايكر، إبادة جماعية، إلغاء المكونات، إلغاء القوميات، لأن داعش لا يؤمن بالقوميات ولا يؤمن بالأديان ولا يؤمن بالمذاهب، لأنه لا دين له ولا مذهب له. نعزي أنفسنا ونعزي عوائل الشهداء، لولا هذه الدماء الزكية لكان الوضع غير هذا الوضع. بدماءهم استقرت هاي الدولة العراقية، وبدماءهم الزكية نتشرف احنا وكل سنة نحيي ذكراهم. مع الأسف يبقى العراق دائما يقدم الدماء الزكية من خيرة شبابه، وخير مثال على هذه الدماء دماء 1700 شاب كان في دورة تدريبية تؤهله للدفاع عن العراق، لكن شاءت الأقدار أن يبذل دماءه قبل التخرج من هذه الدورة. سبايكر هي صفحة كبيرة من صفحات التاريخ السياسي الحاضر، وبالتالي يجب أن تكون هذه معطرة بالإطارات الدستورية والحقوق الدستورية والحقوق المعنوية، حتى لا ينسى التاريخ هذا الأمر ومواقف الشباب الذين ضحوا من أجل العراق والظروف التي مرت بهذه الحادثة. حياكم الله. عقد على المزرعة وما زالت الدماء تقطر من المسامات المغدورة. 1700 طير سلان قتلوا بطريقة وحشية وذهبوا ضحية لجريمة تخطت كل الأوصاف الإنسانية. ذنبهم الوحيد أنهم شيعة يناجون وليهم في كل آذان وصلاة. تصفية عرقية وجريمة حرب واضحة المعالم، والأسباب والأهداف معروفة من هذه الإبادة. لكن من سعى ومن ساند ومن قدمهم على حافة النهر؟ مؤامرة قذرة قادها الإرهاب الداعشي ومن عاونه ومن تواطأ معه تحت أي مسمى كان. شرهة القتل ومنهجية الحقد ومدرسة العنصرية والطائفية وكل تفاسير الانتقام حصلت في يوم ومكان وحدث سمي بفاجعة سبايكر. من جديد أهلا بكم. محور حديث ملفنا الأول راح يكون مع مدير عام دائرة الشهداء الحج الشعبي في مؤسسة الشهداء الدكتور طارق المندلاوي. حياك. حياكم الله، تحية لكم ولمشاهدي قناة الأيام. أهلا وسهلا بحضرتك، كما أرحب كل الترحيب بالخبير القانوني الدكتور علي التميمي. حياك الله. الله محييك يا أستاذة، شكرا. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ طارق. أبدأ معك، 10 أعوام على جريمة سبايكر، لكن ما زالت بعض الأحداث حتى الآن يعني غير مفهومة. عوائل تبحث عن الرفات، عن الشهداء، يعني لا زالت الأمور حتى الآن غامضة بالنسبة لأهالي الضحايا وبالنسبة للرأي العام. ماذا حدث في سبايكر؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حادثة سبايكر من الناحية القانونية هي من يعني جرائم الإبادة الجماعية، لكون حدثت في وقت وفي زمان وأيضا ضد نوع بشري واحد وهم أتباع أهل البيت عليهم السلام. وهذه الحادثة يعني بعد مرور 10 سنوات
الأمم المتحدة يعني تقول إنها جريمة إبادة جماعية، رغم أنه مجلس النواب العراقي قد أقرها منذ الأيام الأولى واعتبرها جريمة إبادة جماعية. وأيضا هذه الحادثة لابد أنه مشاهد الكريم نضعها بالصورة، أنه بنفس الأدوات وبنفس الشخوص وبنفس الآليات كان النظام يمارس القمع ضد أبناء الشعب العراقي. يعني هناك مقابر جماعية في كثير من مناطق العراق، أكثر من 300 مقبرة جماعية تم فتحها لحد الآن، كانت هناك يعني لتنوع البشري العراقي وخاصة يعني أتباع أهل البيت عليهم السلام. يعني في مقبرة واحدة في الأنبار تم فتحها كان هناك أكثر من 1332 بين النساء وأطفال وشباب وكبار السن، دفنوا في مقبرة على طول يعني أكثر من كيلومترين، وهم أحياء طبعا، وجدت شفلات ودفنهم. يعني تشابه الأسلوب حضرتك مع حزب البعث المقبول بنفس الأدوات. وأنا راح يعني عندي قصد يعني في هذا الحديث حتى أكون في سرد الحديث، حتى يعني اليوم نقل لي الناجي اللي هو حسين علي نقل لي هذه الصورة، قال عندما كان يذهبون بنا في القصور الرئاسية كان يقولون أنتم الشيعة الرافضة قتلتم الرئيس صدام، عدمتم صدام، المالكي عدم صدام، فبالتالي كنا نعدمكم ناخذ ثارات صدام. وكانوا يحيون رأس النظام، وهم نفسهم اللي هم كانوا أعتقد أكثر قيادات داعش حسب التقارير التي كانت تنقل، أكثر من 12 من أصل 14 أعتقد من قيادات داعش كانوا من كبار البعثيين من رموز النظام، كانوا في أجهزة المخابرات والأمن العام وأمن الخاص. فبالتالي نفس الأدوات اللي اقترفت جريمة سبايكر هي نفسها اللي أكثر من 300 مقبرة جماعية لحد الآن، وآخرها كانت في جزيرة السماوة، يعني اللي دائرة شؤون المقابر الجماعية عثر عليه، واللي كان به رفات 173 من النساء والأطفال، وكان من ضمنهم أطفال رضع، يعني دفنوا أحياء. وخير شاهد على ذلك الأخ الناجي تيمور اللي كان طفل وتربى في سماوة واحتضنتها أحد العوائل العربية، وبعد السقوط هو اللي إجي قال لهم ترى أهلي هنا جابوهم ودفنوهم أحياء. وبالأمس طبعا بالمناسبة أيضا عثرنا على مقبرة جماعية في محافظة السماوة بالتعاون والتنسيق بين مؤسسة الشهداء وكذلك جهاز الأمن الوطني. فالنظام البعث حول العراق إلى مقابر، وكان يعني القصور الرئاسية طبعا بعد تحريرها مباشرة من قبل أبطال الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب والأجهزة الأمنية الأخرى، بعد دخول الجيش إلى باشرت كوادر مؤسسة الشهداء مع بقية الكوادر الأخرى في وزارة الصحة دائرة الطب العدلي، وكان أيضا حضور الفريق الأممي برئاسة الأخ فواز عبد عباس لآي سي أم بي، باشروا في موضوعة القبور اللي هي بالقصور الرئاسية 17 قبر تم فتح هذه القبور، وعثر على 1238 جثمان من منتسبي وزارة الدفاع، وتم التعرف على 1130 منهم وتم تسليمهم إلى ذويهم بعد فحص الحامض النووي DNA. وأيضا فيما يخص البقية من الشهداء طبعا لا زال
يعني المفقودين هم بحكم المفقودين. هذه النقطة راح اناقشها ويا حضرتك. نعم. هم المفقودين والعوائل التي لا زالت تنتظر الرفات، لكن اتوجه بسؤال لدكتور علي. دكتور علي، ماذا يعني تقرير اليونيتاد الذي اكد على ان جريمة سبايكر جريمة إبادة جماعية وبين قوسين ضد الشيعة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، احييك استاذة فرح وضيفك المحترم والسادة المشاهدين، شكرا على الاستضافة. طبعا جريمتي في هذا الموضوع المهم والمهم جدا، يعني اثر التقرير، نتائج التقرير استاذة فرح. الشأن الداخلي يتعلق بالمادة القانونية المنطبقة على فعل الجنات اللي هي المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005 اللي هي عقوبتها إعدام. لكن ليس فقط يعني من تم إعدامهم هم المسؤولين عن الجريمة، بل وفق طبعا قانون العقوبات العراقي المواد 47 48 49 هناك ما يسمى بالشركاء أستاذ فرح. يعني الشركاء، وهذه الجريمة طبعا من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة. عقوبة الشريك مثل فاعل الجريمة؟ أي عقوبة الشريك هي نفسها عقوبة الفاعل الأصلي، تسمى في قانون العقوبات أستاذ فرح الاشتراك. هاي داخليا، هاي داخلي. أما دوليا وهو المهم جدا، القانون الدولي هنا شغال بشكل كبير في العراق، لأنه هذه الجريمة ليس فقط مجرم وفق اتفاقية منع الإبادة الجماعية 1948 اللي عرفت الإبادة الجماعية أنها القتل المنظم أو استهداف طائفة فئة لأسباب عرقية طائفية فئوية. وهذه الجريمة طبعا تعرفين صدر قرار مجلس الأمن 2170 يعني 1270 في 2014 اللي وضع داعش تحت طائلة الفصل السابع، ثم صدر القرار الآخر 2199 2015 اللي تقدمت به روسيا. هذه طبعا هنا وضع داعش تحت طائلة الفصل السابع يعني يتيح مطاردة الأشخاص، تعرفين هؤلاء أشخاص فروا إلى خارج البلد. صحيح. فبالنتيجة هنا القانون الدولي يتيح مطاردتهم وفق هذا القرار، هذا مهم جدا. ثانيا، العراق يحق له مقاضاة الدول الداعمة للإرهاب، لأن احنا عندنا بميثاق الأمم المتحدة من المادة 39 للمادة 52 أستاذة فرح الفصل السابع، الدول اللي تهدد السلم والأمن الدوليين. يعني شاهدنا اكو مدرعات، اكو سيارات، اكو أسلحة عائدة إلى دول ممكن العراق يقاضي هذه الدول بالسلم، هذا مهم جدا. طيب احنا هنا ايضا لدينا نقطة مهمة جدا، المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة تتيح للدول اللي تحارب تنظيمات تحت الفصل السابع ان تطلب المساعدة من الأمم المتحدة، النص صريح. فالعراق يحق له ان يطلب المساعدة الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية، ايضا التعويضات، لأنه كل دولة ملف التحقيقات، ملف جريمة هو هذا التحقيقات اللي يسلموها للدكتور فائق زيدان. هذه التحقيقات اثبتت انه هاي إبادة جماعية ترتقي الى جرائم حرب وفق المادة 6 من اتفاقية روما 1793 اللي هي اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية. فأستاذ العراق هنا مدلل، يعني اعتقد تحركات دولة الرئيس السوداني بهذا الاتجاه بعد هذا التقرير ومجلس القضاء ستكون إيجابية. طيب. جدا أنت أشرت إلى نقطة الاشتراك، أكو مشتركين، هذول المشتركين يعني هل جريمة سبايكر بأيادي عراقية لو كانت بأيادي غير عراقية؟ ممتاز. ومن المشتركين؟ ممتاز. هو شنو الاشتراك بالقانون الجنائي أستاذ؟ يعني من موله، من ساعده، من دعمه، من أعطى سلاح، لأنه إحنا عندنا بالقانون الجنائي بالجريمة ليس فقط الجاني اللي يطلق الرصاص، لا، هناك من أعطاه السلاح، من أوصله إلى مكان الحادث، من هاي كلهم عقوبتهم نفس عقوبة فاعل. طبعا هذه القضاء هو اللي يتولى التحقيق، هو يتوصل إلى
خيوط الجريمة. لكن 10 سنوات هل تم التوصل إلى خيوط الجريمة أكيد بشكل أكيد فاعل؟ أكيد. هل قدموا الجنات إلى العدالة؟ يعني أكو بعض شيوخ العشائر متورطين كما يعني ينقلون بعض. أستاذة فرح، صدرت أحكام إعدام كثيرة. نعم. في بالنسبة لمرتكبي مجزرة وجريمة سبايكر أصدرت أحكام إعدام كبيرة. نقطة مهمة أشار لها الأستاذ هي عندنا احنا قانون المقابر الجمعية رقم 5 لعام 2006 وقانون مؤسسة الشهداء اللي هو 2006 رقم 3 ايضا هم اعتبروهم شهداء، يعني تم التعويضات وهي خطوة ايجابية انا برأيي، يعني لان احنا عندنا اتفاقية منع الاختفاء القسري. استاذة فرح تتحدث عن جبر الخواطر، جبر الخواطر يعني تعويض الضحايا مادي ومعنوي، هذا كلش مهم جدا. تتوقع العراق راح يستثمر النقاط اللي حضرتك تفضلت بيها؟ هذا التقرير مهم جدا. أعتقد. لانه اليوم اتفقت الامم المتحده بتقرير على انه هذا اباده جماعيه وتطهير عرقي لطائفه في العراق. احسنت استاذه فرح، احنا اوضحنا هذا لاكثر من وكاله واخذته وكالات اجنبيه وعربيه. نعم. والدكتور فائق زيدان مهتم جدا بهذا الموضوع وهو التقى بهم شخصيا بالمحققين. نعم. تعرفين هؤلاء المحققين دخلوا على خط التحقيق العراقي واستطاعوا أن يصلون إلى نتائج. ما فائدة التحقيق الدولي؟ إيصالها للأمم المتحدة، لأن الأمم المتحدة أستاذة كل الاتفاقيات مودعة بالأمم المتحدة بموجب المادة 102 من الميثاق. بالتالي عندما تخرق الدول المتضررة يحق لها أن تطلب التعويض. العراق كما قلت لك مدللاً وهي ليست غائبة عن دولة الرئيس السوداني، وأعتقده سيتحرك عن طريق ممثل العراق بالأمم المتحدة بهذا الاتجاه المهم والمهم جدا. نعم. دكتور طارق، بالعودة لسؤال حضرتك عن رفاة بعض الشهداء المفقودين، هذا يشكل فاجأة للأهالي، يعني فاجأتين، فاجأت الخسارة وفاجأت حتى الآن لم يحصلوا على رفاة شهدائهم. نعم. طبعا مؤسسة الشهداء دائرة شؤون المقابر الجماعية تتابع مع الأجهزة الأمنية مع الذين ألقي القبض عليهم أو الذين سوف يلقى القبض عليهم في موضوع الاستدلال على أي مقبرة جماعية. كون مؤسسة الشهداء دائرة مقابر الجماعية كما بيّن جناب الدكتور أنه هي معنية في موضوعة فتح المقابر الجماعية، وبالتالي نحن نبحث عن أي دليل، ولدينا اتصالات مباشرة مع مجلس القضاء الأعلى، يعني من خلال الاعترافات التي يدلون بها هؤلاء الجنات، من خلال إلقاء القبض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية. بالتالي أي مقبرة جماعية ممكن تكون في أي مكان لهؤلاء المفقودين، احنا ممكن أن يتحرك الفريق العامل في دائرة شؤون المقابر الجماعية من أجل يعني فتح هذه المقبرة، هذا أولا. وثانيا موضوع المفقودين كما بينت في قانون رقم 20 لسنة 2009 وتعديلاته يعامل المفقود معاملة الشهيد. نحن شكلنا فريق مع التقاعد العسكري في وزارة الدفاع ومع مكتب السيد رئيس الوزراء، وكانوا مهتمين جدا في هذا الموضوع فيما يخص المفقودين. هناك نص في قانون رقم 20 في هذه الجريمة. نعم. هناك نص، نعم هناك نص في قانون المفقودين في قانون رقم 20 لسنة 2009 يعامل المفقود معاملة الشهيد. احنا منذ اليوم الاول انا كنت في هذه اللجان باوامر ديوانية اعتبرنا كل المفقودين عدا الذين عثر عليهم والذين شخصوا من خلال الحامض الدي ان اي أكثر من 1130 هؤلاء شخصوا، وأيضا وزارة الدفاع قامت بانتشال جثث كانت يعني موجودة بالطرقات وغيرها 240. فبالنتيجة يعني العدد الكامل حوالي 1350. أما فيما يكون بقية العدد الموجود يعني بحدود 600 و 650، هؤلاء اعتبروا مفقودين وهم منتسبين على ملاك وزارة الدفاع. وزارة الدفاع طبعا نحن تحركنا على مجلس القضاء الأعلى استنادا لقانون القاصرين رقم 78 لسنة 1980 المادة 94 ثالثا
اللي يقول في الظروف اللي يغلب عليه الهلاك يعتبر يعني هذا الشخص متوفي بعد مرور سنتين. فيعامل معاملة الشهداء. فعلا حركنا هذه مع المادة القانونية في قانون رقم 20 لسنة 2009 واعتبرناهم شهداء، والآن ذويهم يستلمون كل الحقوق والامتيازات التي نص عليها قانون رقم 20 لسنة 2009. طبعا هناك مادة أشارت بشكل واضح وصريح، هي المادة 3/3 من قانون رقم 20 اللي يقول في لجنة ثلاثية في كل وزارة وجهة غير مرتبطة بوزارة، فكانت وزارة الدفاع هي معنية، شكلت لجنة ثلاثية واعتبرت بالنسبة للشهداء شهداء، وبالنسبة للمفقودين بعد صدور حجة الوفاة لهم بعد مرور سنتين اعتبرتهم كلهم شهداء، والآن هم مسجلين ضمن قاعدة بيانات مؤسسة الشهداء. فيما يخص مؤسسة الشهداء لديها اهتمام خاص بموضوع سبايكر صراحة. أولا كان هناك توجيه من قبل السيد رئيس الوزراء السيد السوداني مهتم بهذا الملف ومهتم بملف الشهداء، يمكن أكثر رئيس وزراء أنا صراحة شاهدته مهتم بملف الشهداء كونه هو من ابن المحنة، أيضا هو ابن شهيد. لا يتعلق فقط بالتعويضات، يتعلق بتقديم الجنات إلى العدالة. نعم، هذا بالتالي يعني لدينا نافذة خاصة في مؤسسة الشهداء بالنسبة لذوي شهداء سبايكر، وكان هناك مجموعة من الاستثناءات قام بها السيد رئيس مؤسسة الشهداء الأستاذ عبد الإله النائلي في منحهم الحقوق والامتيازات. دكتور بصراحة أرد أسألك بمنتهى الصراحة. لا تفضلي. بعض من حرضوا على قتل الشيعة في تلك الفترة، بعضهم من رحب بداعش الإرهابي وأهلا وسهلا وطبل له وسفح هذه الدماء الطاهرة البريئة، هل يحاسبون قانونيا؟ لأن هاي تهمة على التحريض. يعني احنا عندنا التحريض على الجرائم يعتبر فاعل اصلي، يعني المحرض على الجريمه كالفاعل الاصلي، وهذا ما استقرت عليه محكمه التمييز الاتحاديه في قرارات كثيره، اعتقد بالنسبه للذي يحرض على الجريمه يعني يعتبر فاعل اصلي. بس حتى وصل لك الفكره استاذ فرح. هنا احنا عندنا للجريمه ركنين استاذه، ركنين خلينا نبسط، ركنين، ركن مادي وركن معنوي. الركن المادي مثلا خلينا ناخذ جريمه القتل، الشخص الذي يقوم بالفعل يطلق الرصاص يقتل يضرب الرمان المتفجر، هذا مادي. المعنوي شنو؟ توجه النيه الى ارتكاب الجريمه، يعني نيه الجاني تتجه لاحداث النتيجه التي يريدها. زين هنا المحرض هل توجهت نيته لإحداث النتيجة عندما حرض؟ طبعا أستاذ هذا علم الإجرام، علم الجريمة، هذا وين نكتشفه بالتحقيق، يعني مثل ما تفضلت يوجد شيخ مثلا. اي بس اكو بعض شيوخ العشائر قالوها صراحة هذول جيش المالكي، هل كان هذا يعتبر تحريض؟ هذا المحرض عبر وسائل الإعلام. يعني شخص يخرج عبر وسائل الإعلام وإلى فد مركز اجتماعي معين في منطقته ويحث ويحرض ويدفع إلى أن ترتكب الجريمة ضد طائفة معينة ضد فئة معينة. هنا وين راح نروح أستاذ؟ راح نروح على القانون رقم 13 لعام 2005 المادة الثانية اللي تعرف الإرهاب. زين أو أرد أدخلك بها. الإرهاب هو كل فعل يقوم به فرد أو مجموعة من الأفراد لارتكاب جريمة ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص أو مؤسسات أو حرض على ذلك أو دفعهم لارتكاب ذلك. تعريف الإرهاب هنا أستاذي هو تعريف واسع جدا ينطبق على هذه الحالات، لأنه هذا التحريض أخدم حضرتك، هذا التحريض اللي على المنبر له تأثير على أشخاص آخرين دفعهم إلى ارتكاب الجريمة. إذن هنا تحقق أن تحقق الركن المعنوي القصد الجنائي. هذا يتعلق فقط تحت القانون العراقي، يعني هسه اكو اشخاص مثل المملكه العربيه السعوديه قالت دم الشيعة حلال. رحم الله والديك، رحم الله والديك. فهذولا ممكن العراقي يقاضيهم؟ اولا كل ما يرتكب على الارض العراقيه يطبق عليه القانون العراقي. هاي ماده 6 و9 من قانون العقوبات، 6 و9 وايضا الماده 15 من القانون المدني، كل ما يرتكب على الارض العراقيه يطبق القانون العراقي. اذا ارتكبت الجريمه
في دولة أخرى وكان لها تأثير مثل ما تقول المادة 9 من قانون العقوبات على الأمن القومي، هنا يحق للحكومة العراقية التحرك، أقصد المحاكم هنا، يعني التحقيق، الادعاء العام يقوم بالتحقيق. شنو ايش ضربت هذا التحريض ضد تحسين علي حضرتك؟ ايش ضرب؟ ضرب المادة 1 والمادة 2 والمادة 3 من ميثاق الأمم المتحدة اللي تقول على الدول أن تحترم سيادة بعضها البعض الآخر، فالدولة العراقية هنا يحق لها أن تقاضي تلك الدولة لأنها هددت سلمها وأمنية الدولية عن طريق الأمم المتحدة. نعم. وتحدثنا كثيرا، أعتقد عبرت الوقت ثاني، لأنه الأمم المتحدة هي المظلة. هذا تقرير اليونيتاد هذا يخدم العراق من هذه النقطة؟ هو هذا، هو قلت لك أنا، يعني ليس فقط الأشخاص، الدول، لأنه هو أكيد أثبت أنه شخصيات تعود إلى مرتبطة بدول، أو تلك الدول أرسلته، أو فتاوى. فتاوى. المشكلة هنا. فهذا هذا 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 موضوع خطر أستاذ، جدا ومهم. أعتقد يعني راح يحدث بالسياسة الخارجية العراقية آثار فعالة هذا الموضوع. دكتور طارق، تتوقع العراق راح يستثمر هذه النقطة؟ لأن أكو محرضين بفتاوى تكفيرية كفروا الشيعة في العراق، وكانت أحد الأسباب المهمة والأساسية لهذه الجرائم في العراق ولدخول داعش الإرهابي للعراق. أكيد العراق يعني عن طريق وزارة الخارجية لابد أنه يستثمر الفرصة. بيّن الأخ الدكتور يعني تفاصيل مهمة دقيقة فيما يخص، أولاً المسؤولية تقع على القضاء العراقي، هذا أولاً، وأعتقد أن القضاء العراقي قضاء يعني يشهد له القاصي والداني، خصوصا يعني أخونا برئاسة الأخ فائق زيدان يتحرك بشكل ممتاز وجيد، وكذلك وزارة الخارجية طبعا تقع عليها مسؤولية كبيرة لكون أن هذا دماء عراقية، يعني لا يمكن المساومة على الدماء بأي شكل من الأشكال، وهناك ضرر يعني حصل على أبناء الشعب العراقي، وهذا الضرر يعني لابد أنه يكون هناك جبر ضرر لهذا الضرر. لكن 10 سنوات أستاذ. نعم طارق. نعم، هو بعد كون يتحرك لنا العراق الآن فرصة آتية كما بيّن الأخ الدكتور علي، أعتقد بيّن نقطة مهمة جدا أنه العراق مدلل يعني في هذا الموضوع. والتحقيق الدولي يأخذ. نعم. أقاطع الدكتور، التحقيق الدولي يأخذ وقت طويل. شكيت يعني شوفي من رخصة الدكتور، قضية وفيق الحريري تذكريها، من شكلوا محكمة خاصة دولية. صحيح. طبعا المحكمة الخاصة الدولية تكون جزء من المصارف، وهاي المشكلة على الدولة وجزء على الأمم المتحدة. زين. 50-50 أخذت فقط يعني شهود 300 شاهد بالدعوة، وأخذت 5 سنوات إلى أن صدر. قضية رفيق الحريري أخذت كل هذا الوقت؟ 5 سنوات. طيب جريمة سبايكر ايش قد راح تأخذ؟ يعني تقريبا العراق اللي اكو نقطه هنا، انه العراق وقع على المعاهده الدوليه الخاصه بالمحكمه يعني الدوليه، الجنايه الدوليه ما داخلها، ما داخلها، وهذا طبعا نقطه راح يعارض يعني، فممكن لا. انه هناك معالجات معينه ممكن يراها القضاء العراقي. ليش العراق ما داخل بهذه المعاهده؟ وهذه المعاهدة بها إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها، يعني هذه رادة موضوع طويل يعني. باختصار حتى أفهمها. يعني من ضمن أعتقد السلبيات الموجهة أنه ممكن أي شخص عراقي مهما يكون مرتبته يتعرض إلى محاكمة دولية، وبالتالي ممكن هذا الباب راح يكون مفتوح بنفس طائفي لطائفة معينة، وبالتالي ممكن يؤثر تأثير سلبي على العراق. فالعراق لذلك ما وقعت لحد الآن ومتحفظة. نعم. في هذا الموضوع. أما ممكن أن يكون هناك يعني قضاء، يعني القضاء العراقي سوف يدرس هذا الموضوع، يعني ممكن أن يجد حلول أخرى بديلة لهذا الموضوع. عنها. طيب باختصار أستاذ علي، بماذا تصنف جريمة سبايكر؟ هسه هي صنفت أمميا بأنها جريمة إبادة. لا أنا أروح، لكن أنت ابن بلد، كانت جريمة عرقية. أنا أروح جريمة بالنسبة للقانون الدولي مو العراق. العراق إرهاب، 4 إرهاب، بس الدولي جريمة حرب وفق المادة 6 من قانون المحكمة الجنائية الدولية. وعلى فكرة المحكمة الجنائية الدولية ليس فقط اللي ينضم لها يحق له أن يقدم شكوى، لا، يحق لمجلس الأمن
أن يحيل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى وإن كانت الدولة غير منضمة، وهي دعوة لدولة الرئيس السوداني أن ينضم العراق للجنائية الدولية وهي مهمة، لأن خذي فلسطين عضو مراقب بالأمم المتحدة وانضموا للمحكمة الجنائية الدولية، مهمة جدا نضمن حقوقنا. 2005 قدموا الطلب وسحبوا بزمن عياد علاوي، نحتاج المحكمة الجنائية الدولية. وضحت الفكرة جدا الخبير القانوني الدكتور علي التميمي، حياك الله. شكرا جزيلا مدير عام دائرة شهداء الحج الشعبي في مؤسسة الشهداء الدكتور طارق المندلاوي، شكرا جزيلا لكما على كل هذه التوضيحات. ختام ملفنا الأول بأبرز ما جاء في منصة إكس حول الذكرى العاشرة لجريمة سبايكر، لنتابع. ملفنا الثاني راح يكون عن تسجيل حوالي 14,000 دعوة عنف أسري خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، وراح نفتحها وياكم بتقرير الزميل شيبان سامي، لنتابع. إحصائية كبيرة وثقيلة تعكس تفشي ظاهرة العنف الأسري والمجتمعي في العراق. في كل بلدان العالم هناك عنف أسري ضد الزوجة والزوج والأبناء أو حتى كبار السن، كلاهما يتسبب بالتفكك الأسري. إحصائية مقلقة كشفت عنها وزارة الداخلية حول نسبة العنف في البلاد التي بلغت أكثر من 13,000 دعوة خلال خمسة أشهر، حيث أحصت النساء النسبة الأكبر من الرجال وسط مطالبات لكبحها قانونيا ومجتمعيا. يعني لما يكون الإحصائية مال وزارة الداخلية 13,000 حالة عنف أسري، هذا مؤشر خطير ومؤشر كبير على عدد الحالات، لكن نتحدث عن 13,000 ما غير 13,000 ايش قد؟ هاي الإبلاغات، هذه الحالات اللي تظهر على مواقع التواصل، الحالات اللي الداخلية تنفذ بها إجراءات، هي 13,000. الحالات الباقية ايش قد توصل؟ ممكن توصل إلى 50,000 حالة. أسباب هذه الحالات دائما ما تكون هي قلة الوعي للأشخاص، للشخص اللي ينفذ هذه العملية. شغلة ثانية، مواقع التواصل الاجتماعي أثرت بشكل كبير وبشكل سلبي جدا. يعزو مختصون أسباب ارتفاع هذه الظاهرة الخطيرة إلى ضغوطات الحياة وارتفاع نسبة البطالة وعدم قدرة بعض الأزواج على تلبية متطلبات الحياة المعيشية، وشددوا على ضرورة تشريع قوانين صارمة فضلا عن زيادة وعي المجتمع للوقاية من هذه الجرائم التي تنتهي أحيانا إلى موت الضحية. عدم وجود القانون وعدم وجود العقوبة، فمن آمن العقاب ساء التصرف. فإحنا نشوف عدم وجود قانون يوقف عملية العنف الأسري هو أول من أول الأسباب لانتشار هذه الظاهرة. بدأنا نلاحظ وللأسف الشديد بالآونة الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي وبالمنظمات المجتمع المدني إلى آخره حالات عنف أسري هي دخيلة على المجتمع العراقي. اليوم نقدر نقول هذه الحالات لها أسباب كثيرة، البطالة هي سبب رئيسي، ارتفاع درجات الحرارة، الظرف الاقتصادي اللي تعاني من العائلة العراقية. المماطلة في تشريع قانون الحماية من العنف الأسري أدى إلى اتساع نطاق الجرائم العنف في البلاد وسط مطالبة بتشريع القانون الذي لا يزال حبيسا في البرلمان. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية.
ضيفنا الثاني راح يكون مع التربويه والباحثه الاجتماعيه الست خلود الشمري. حياك الله ست. تحيه طيبه لكم ولكادركم الجميل ولكل المشاهدين الكرام. اهلا وسهلا بحضرتك الست خلود. قرابه ال 14,000 حاله عنف اسري، يعني الرقم خطير وكبير، لكن شنو السبب ست؟ طبعا احنا اليوم نتحدث عن ظاهره يعني للاسف الشديد تتزايد يوم بعد يوم، اللي هي ظاهرة العنف الأسري. دائما أنا أقول الأسرة هي الحاضنة والوعاء اللي يحتضن الطفل، يحتضن المرأة، لكن للأسف نشاهد هاي الحالات تزداد يوم بعد يوم، في ظل اليوم ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي من حالات قتل وحرق وكي. هاي كلها طبعا ازدادت هاي الحالات لأسباب، يعني مو سبب واحد وإنما أسباب كثيرة. يمكن نذكر من الأسباب أو السبب الرئيسي، هي اليوم تشوفين أغلب الأسر هي تعيش تحت خط الفقر، يعني اليوم رب العائلة تجدينه أما يعني عامل بأجر زهيد جدا ما يقدر يوفر لقمة عيشه، أو هو أصلا ما عنده عمل، وهذا الشيء أكيد يعني اليوم إذا رب العمل ما عنده قوت يومه وعنده أسرة يعني وأطفال، شيء أكيد هاي تولد مشاكل وتولد حالات نفسية. لكن هذا شيء طبيعي يعني. نعم الفقر، العوز، الظروف الاجتماعية، هاي كنا سابقا نعيشها ست خلود. لا تنسين الحالة. لا تنسين إحنا كشعب أو كبلد إحنا خرجنا من أزمات كبيرة. نعم. يعني حروب، نزوح، تهجير، هاي كل هاي الأسباب اليوم، وأيضا دخول المخدرات. اليوم أصبح العراق يمكن قبل سنوات أو قبل 2003 كان معبر لهاي السموم، اليوم أصبح سوق رائجة. يعني هذا مثلا هو شخص ما عنده عمل، فتشوفيه بالمقاهي بالكوفيات، وهاي غير يعني اللي موجودة مثلا بالأطفال دي يبيعون هاي السموم. هذا الشخص اللي هو رب عائلة تشوفينه بدون عمل وشي أكيد يلجأ لهاي السموم، يعني يصبح إنسان غير واعي، ما يعرف شنو المقابله. تشوفين مشكله بسيطه، انا عندي كثير من الحالات اللي تجيني مشكله بسيطه تولد جريمه كبرى. شنو اغرب الحالات؟ يعني مثلا احدى الحالات، احد متابعاتي تقول انا متزوجه شخص يعني هو عمل كان يعني حداد، بعد ما تزوجت يعني صارت مشكله بينه، يعني عامل مع احد المحلات، المهم فصارت مشكله بينه وبين ارباب العمل، تقول ترك. فهذا تقول زوجي بين يعني بين فتره اخرى يجيني ما اعرف يعني تصرفاته مو سويه، يعني اللكنه، يعني تقول انا عبالي دي يعني خمر كذا. ثاني هذا تقول دي يتعاطى، يعني صادق بعد ما ترك عمله، صادق شله من هو شاب بعده، يعني اصدقاء سوء انطوه جرعه من الحبوب، طبعا هذا بعدين هي يلا عرفت. يعني تقول يجي الرجل ما يعرفنا، يعني صورت جسمها، يعني تصوري هاي ما يعني اللون البنفسجي، تقول هاي يوميا اني يعني تحت مطرقه العنف من زوجها. يعني فهنا المشكله عندنا للاسف الشديد دخول هاي نقول السموم للمجتمع العراقي، بالاضافه الى البطاله، بالاضافه الى التشنجات والعوامل الاقتصاديه، ايضا حتى الكهرباء لها سبب ست. يعني اليوم احنا اليوم يعني مجتمع ما تتوفر له الخدمات، ما تتوفر له سبل العيش بكرامه، يعني تقصدين الكهرباء وارتفاع درجات الحراره يخلي العراقي خلقه ضيق. طبعا احنا نشوفها بنفسنا، سروحي الى دائره معينه مثلا وتخلص تكملين اجراءات وتجين للبيت اللي هو راحتك مع اسرتك، اذا تلقين انت كهرباء ما موجوده، الجو لا يطاق، وغير مسؤولياتك داخل الاسره، غير احتياجاتهم، هاي كلها تولد. بس خلينا نكون صريحين. نعم. ثقافه العنف جزء من الثقافه العراقيه بالفرد العراقي؟
للأسف للأسف الشديد لأنه كل نعم. العوامل اللي حضرتك نعم. تقوليها أنا أكيد حضرتك أو أني أو أغلب المتابعين ما يروح يطبقها يضرب طفل عمره سنتين ثلاثة لأنه يشعر بحله عليه ضغوط مالي. لا ست هاي أكو جينة عنف. نعم شيء أكيد هناك بذرة عنف هو هذا. اليوم يعني اليوم الشخص يتبع تربية بيئته أسرته شيء أكيد هناك بذرة إجرام بذرة عنف لكن منو اللي يشجع ومنو هاي الأسباب كلها اجتمعت بحيث يعني اليوم الأسرة للأسف الشديد دنشوف يعني أصبحت مخاوف يعني المخاوف الكثير من أبناء هاي الأسرة يعني يتعرضون للقتل. تشوفين انت اب يقتل ابنه باي وقت احنا ام تقتل ابنها او تخنقه تشوفين يعني ماكو ذاك نقول التكاتف الاسري الاسره الترابط التماسك الاسري تماسك نعم ماكو تماسك احنا كمجتمع عراقي عرف بالتماسك بعاداتنا وتقاليدنا لكن خليني نعم. اسالك الاكثر الجرائم هي جرائم من الرجال ضد النساء يعني الازواج يضربون زوجاتهم لو العكس الزوجات يضربون أزواجهم وسمعنا هذه الحالات والتعنيف يكون أكثر للطفل من قبل الأم أو الأب خلال الحالات الواردة لحضرتك اليوم العنف اللي يعني أشوفه انتشر ما بين الأطفال والنساء خاصة الزوجات من قبل أزواجهم نعم أكو عنف مرات زوجة لزوجها لكن أكثر الحالات اليوم هي الأطفال والنساء وكبار السن حتى كبار السن اليوم للأسف يتعرضون إلى العنف من قبل ذويهم من قبل الإبن أو زوجة الإبن وتشوفين إحنا اليوم دار المسنين يعني أبسط مثال للعنف للأم أو الأب هذه الحالات دتن يعني نقول دتزداد يوم بعد يوم في ظل غياب القانون أو القانون. ضعف تطبيق القانون. القانون احنا ما نريد نقول غياب لا هناك قانون بالمحكمة كوني أنا كباحثة اجتماعية وعندي تواصل مع الشرطة المجتمعية وعندي تواصل مع وزارة الداخلية بكثير من الحالات ومشكورين يعني مرات أرسل لهم حالات لكن ضعف تطبيق القانون ووجود السلطة العشائرية أو نقول التدخلات العشائرية لهكذا جرائم أدت اليوم للأسف بس السلطة العشائرية ما لها كلمة فوق القانون لا هناك الوساطة اليوم خلي أقول لك اليوم أي زوجة خلي أقول أي زوجة اليوم تعنف من زوجها بمجرد ما تروح ترفع دعوة بالمركز أو بالمحكمة هذه أصبحت اليوم هي يعني وكأنما يعني أقامت جريمة تعرفين إحنا اليوم اليوم تبقى يومية يعني تنبذ يعني من قبل عشيرتها تكون منبوذة من قبل عائلتها تكون منبوذة والله شنو راحت قدمت دعوة دعيتش من العشيرة ومن العائلة نعم. القانون ينصفها لو الزوج يطلع بعد نص ساعة بكفالة ويرجع عليها إنه بيكسف أحواله هنا من أنا قلت القانون موجود القانون موجود وعندنا دوائر مختصة مديرية الأسرة والطفل موجودة بالمحاكم لكن ضعف التطبيق لهكذا جرائم هناك مادة قانونية اللي هي مادة 41 من القانون اللي يجيز للزوج والأب والمعلم تأديب شوف هاي المادة القانونية اللي هي جريمة بحق المرأة والطفل تأديب الزوجة وتأديب معنوي لفظي مادي شنو آلية التأديب هي هاي المادة موجودة تأديب فأنت كيفما تفهميها مثلا كمتلقية كمواطن يقول لك أنا يعني القانون جائز اليوم يعني كلمة مطاطة المثقف يفهمها تأديب ممكن تأديب معنوي نعم لكن لا. اللي ما عنده وعي فما تأديب ممكن بالضرب أحسنت. ممكن بالانتقام فهنا اليوم نحتاج إلى تعديل قوانين اليوم نحتاج إلى تشريع مادة نقول مناهضة العنف اليوم عندنا قانون مناهضة العنف الأسري اللي صار له سنوات يعني كثير من اللغط وكثير من المشاكل اللي تصير على هذا القانون وشنو والله نسخة من الغرب لا احنا نريد اليوم نحمي الأسرة
احنا اللي نريد نحمي الطفل والمرأة والرجل يعني الكبار السن. والقانون اللي حضرتك بدها تتحدثين عنه هم بمشاكل الطفل اذا قال يعدل. انت مع تعديل نعم هذا القانون؟ يعدل حسب قوانيننا، حسب الشرع، حسب الدين. لكن تشوفين انت اليوم الأسرة تحت مطرقة العنف، اليوم اطفال تدخلوها سنتي. نعم. اعطيتيني اياها كل هالاسباب وانطيتيني كل المشاكل، حلول. هسه زوجه مثلا معنفه في بيتها، شو تنصحيها؟ شو تسوي؟ هنا احنا عندنا قله الوعي الثقافي القانوني. يعني اليوم كثير من النساء ما عندها ثقافه قانونيه، اللي يعني ما تعرف شنو حقوقها وما تعرف شنو واجباتها كقانون. كثير اليوم من النساء مثلا، هسه اذا اقول لك مثلا نساء مطلقات ما تعرف شلون تستحصل يعني حقوقها، ما تعرف. هذا دوركم كباحثين كتربويين. هي المشكله احنا نأدي دور لكن بست يعني نطاق محدود. احنا ما عندنا اليوم مساحه او فضاء واسع. مثلا الاعلام ما مسلط على هاي المشاكل اللي دا تصير للاسف. يعني مثلا اليوم برنامج طرح هذا الموضوع، المفروض غير قناة تتبناه. نتمنى احنا اليوم من القنوات الفضائية، من رجال الدين، من المنظمات المجتمع المدني يسلطون الضوء على هذا الموضوع، تنطي هذا الموضوع أهمية وتسلط الضوء على المشاكل. باعتبارك باحثة وتربوية أستاذة خلود، خلينا نتحدث بصراحة. ماذا تنصحين النساء المعنفات أو النساء اللي عندهم أطفال معنفين أو أي معنف في العائلة العراقية؟ طبعا اولا انا نصيحتي لكل شخص يعنف من قبل ذويه او من قبل البيئه الموجوده، يجب الابلاغ. اولا انا احافظ، اخاف تنفهم نصيحتي غير. اولا انا ما اخلي الشخص المقابل ان يعنفني، خل اعرف اني حقوقي، اعرف شلون اتصرف. كثير من النساء اليوم للاسف مرات ما يعرفون شلون يتصرفون. لذلك يعني مثلا خلينا نعطي نصائح، احنا ما نريد نخرب ولا اريد انا اليوم اكون سبب في يعني نقول ادخال مشكله لاسره معينه. نعم. انا اليوم نصيحتي كسيده بداخل بيتها، نتمنى اليوم من انت المفروض قائد في عائلتك، اجى اليوم زوجك مثلا عصبي، مزاجه، حقه، مرات الوضع ده تشوفينه انت الاقتصادي. صحيح. خلي ياخذ راحته الكافيه، خلي ياخذ وقت. نعم. من بعد ذلك اني اجيب مثلا الطلبات او اطرح له مشكله، وهاي هاي للناس العاديين والناس المكبسلين لو يعنفون عوائلهم. القانون وجود القانون هي انت يعني كل امراه معنفه من هكذا اناس، سواء كان زوج او حتى اخ او اب، قانون موجود. ابلغ. اليوم يجب ان يحاسب كل شخص يعنف، سواء كان يعنف طفل، امراه، رجل كبير، يجب ان يحاسب. هاي جريمه. المراه لا زالت مظلومه من قبل الرجال في عوائل. مظلومه هي تظلم نفسها، صدقيني. المراه هي تظلم نفسها بنفسها، لان ما تطالب بحقوقها. دت يعني من يعني تعنف، نقول تنطي مجال اكثر من اللازم الى ان تسحق. المفروض ان تكون هي محاميه لنفسها واعيه ايضا على كل ما ماكو محامي دافع عن. نعم. هي الدافع عن حقوقها. نعم. شكرا جزيلا التربوي الباحث الاجتماعي خلود الشمري، نورتينا في حصاد اليوم. شكرا جزيلا لقدوم الست خلود. اذا سادتي الاكارم، ننتقل الان الى الموجز الخبري. السوداني يجدد من الأردن التأكيد على مبادرة العراق لإنشاء صندوق لدعم غزة. وزارة الخارجية ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. النزاهة تعلن مباشرة لجنة متابعة ملفات المثنى أعمالها وتكثف زياراتها واجتماعاتها في المحافظة. مجلس القضاء الأعلى يعلن صدور أحكام بالسجل لمدانين بتسجيل سيارات مخالفة للقانون والترويج لأفكار حزب البعث المقبور.
جهاز الأمن الوطني العراقي يعلن تنفيذ عملية في سوريا والإطاحة بقيادي في داعش الإرهابي. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.